خلونا للوقوف على آخر مستجدات الملف الأبرز والأهم في تحركات الدولة المصرية الآن، وطبعا هو ملف حياة كريمة. خلونا نستقبل عبر الهاتف الأستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير. أستاذ مصطفى، برحب بيك. كيف عندي معنا المسألة. مؤسسة صناع الخير يمكن ليها دور هام جدا وكبير فيما يتعلق بعمليات التنظيم والتمويل والدعم لمبادرة حياة كريمة، فآخر التطورات والتفاصيل التي وصلنا إليها حتى الآن، يعني حتى الأخبار التي ترد إلينا، إحنا بنتكلم عن تقريبا شكل يومي مبادرة حياة كريمة بكل المؤسسات التابعة لها تدخل قرى مختلفة من ضمن القرى الأفقر في جمهورية مصر العربية، فما هو جديد يا فندم؟ خليني يعني أطلع حضرتك والسادة المشاهدين على العمل، يمكن في مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري بإطلاقه السيد الرئيس، إن كل الوزارات يمكن المعنية وأكثر من 15 جهة على مستوى الحكومة المصرية بتعمل بشكل يومي ويمكن عمل ليل نهار في كل المخططات اللي تم وضعها من السيد رئيس مجلس الوزراء و وزارات المعنيه من التخطيط او التنميه المحليه ووزاره التضامن في الجزء الخاص بالتمكين الاجتماعي، وده يمكن شغال عليه اكثر من 23 جمعيه اهليه تحت مظله وزاره التضامن، واللي يمكن بنعتبر نفسنا جزء رئيسي منه، وبالتعاون طبعا مع مؤسسه حياه كريمه وشباب مؤسسه المتطوعين والشباب الفاعلين على الارض. يمكن يوميا بيتم دراسه الحالات المستفيده او المستهدفه في كل القرى في 1500 قريه، والعمل في 51 مركز بشكل متوازي. عاوز اقول لحضرتك ان يمكن بيبحث يوميا الاف الاسر المستهدفه في مشروع سكن كريم او المشروع التدخلات الاقتصاديه والاجتماعيه. مظله الحمايه الاجتماعيه، انا النهارده ممكن نتكلم حضرتك احنا موجودين في محافظه الوادي الجديد، بنشتغل في اكثر من 12 قريه في مركز الخارجه، وبنعمل دعم في مبادره حمايه عشان يكون في تدخلات الحمايه الاجتماعيه بالاضافه لل الابحاث اللي بتحصل عشان يكون في استهداف لمشروعات تنمويه ومشروعات متناهيه الصغر، وده جزء رئيسي كمان مع جهاز المشروعات ومع وزاره الصناعه، بيتم العمل على تطوير كل الحرف اليدويه والتراثيه. ايه التحدي الاكبر بيكون ايه يا استاذ مصطفى في دخول اي قرى من هذه القرى اللي بتفتقر طبعا زي ما عرفنا لاي بنى تحتيه او بنى اساسيه او مشاريع ربما اللي بتشكل الادميه لاي مواطن او اي بني ادم، فايه اكبر التحديات اللي بتقابلوها في دخولكم هذه القرى؟ خليني اقول لحضرتك بشكل صريح، احنا على مدار يمكن 40 او 50 سنه، عشان دايما بنقول المبادره مبادره تاريخيه، وده ما حصلش دعم لاهالينا في القرى الاكثر احتياجا او حتى الريف المصري بشكل كامل في مشروعات البنيه الاساسيه والتحتيه. القرى لاكثر من 80% بتفتقر للمشروعات الصرف الصحي و خطوط المياه او تحديثها، او طبعا شبكه الكهرباء الحمد لله يمكن موجوده في كل الاماكن دي. عاوز اقول لحضرتك بعض الدراسات اللي بيقوم بيها شباب في المؤسسه حياه كريمه كمان بتفيد بان هناك بعض الوحدات الصحيه او العدد الاكبر من القرى يوجد فيه وحدات صحيه محتاجه لاعاده الهيكله والترميم واضافه الاجهزه الطبيه، وكمان وزاره الصحه اعلنوا ان يكون هذه الوحدات بشكل يتضمن المبادره الاكبر وهي منظومه التامين الكامل، عشان لما يكون المحافظه دي تنضم للمنظومه على مدار السنوات القادمه ما يتمش اعاده تطبيق المعايير الجوده في هذه الوحدات مره اخرى. فالحقيقه التخطيط بشكل عام من دوله رئيس مجلس الوزراء وكل اجهزه الحكومه المصريه بيعمل على بعد النظر في اضافه اي خدمات هيتم العمل عليها في منظومه تامين صحي شامل، في منظومه التطوير والتحديث للبنيه الاساسيه ان هي تكفي ما يكونش فيه تدخلات لعام يمكن ب 2037، وده تخطيط بعيد المدى وتخطيط استراتيجي واضح جدا، ان احنا ما نجيش بعد 10 سنين او 20 سنه فنقول لا ده احنا هنعوز في احلال وتجديد لبعض الشبكات. الشبكات دي تكفي حسب ما اعلن من وزاره التنميه المحليه لعام 2037 لن يكون هناك اي تدخلات جديده في هذه الشبكات او الخطوط او لتحديث شبكات الانترنت ودعم المدارس بالتكنولوجيا الحديثه، مراكز الشباب، مكاتب البريد، مكاتب الوحدات البيطريه، مكاتب تضامن عشان صرف المعاشات، التسهيل على اهالينا في كل ال 4500 قريه في الثلاث سنوات او 30,000 تابع، ده بيعمل العمل عليهم ليل نهار بشكل مستدام وتنميه مستدامه حقيقيه لاكثر من 25 ل 30 سنه، يكون في
تنميه حقيقيه، ضخ الخطه الاستثماريه 500 مليار جنيه، يكون في استفاده وجدوى اقتصاديه لكل مواطن بشكل مباشر، لان هناك توطين للعماله، الشغل من المقاولين المحليين، وفتح خطوط انتاج لبعض المصانع اللي هيتم توفير مستلزمات العمل في البنيه الاساسيه والبنيه التحتيه، او تطوير المساكن او تطوير الوحدات الخدميه داخل القرى الرئيسيه. وبالتالي ده كله بيعمل اضافه وبيعمل دوره اقتصاديه داخل كل قريه، بيستفيد منها كل العمال او كل العماله الغير منتظمه والعماله المنتظمه ايضا، لان ده بالتاكيد هينقل نقله نوعيه كل القرى اللي هيتم العمل عليها ضمن مبادره حياه كريمه وتطوير الريف المصري. شكرا ليك يا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسه صناع الخير.